أهمية زيارة بلينكين للمنطقة، حضرتك قلت إن النهاردة هو موجود في إسرائيل بعد الجولة بتاعته ما خلصت. طيب الولايات المتحدة الأمريكية عايزة إيه من هذه الزيارة؟ يعني هو معروف مواقف هذه الدول هي ثابتة وواضحة للعلن منذ البداية. هل هو موجود النهاردة في إسرائيل لإبلاغ الجانب الإسرائيلي بما تم التوصل إليه أو بمواقف هذه الدول؟ طب ما إحنا قلنا إن المواقف معروفة، طب موجود في إسرائيل ليه؟ هل مثلا لمحاولة الضغط على الجانب الإسرائيلي؟ يعني حضرتك زي دي الجولة الرابعة لأنتوني بلينكين في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر. الموقف الأمريكي هو موقف دعم لإسرائيل. ومسألة الضغط الأمريكي على إسرائيل دي مسألة إحنا يجب أن نكون حذرين جدا فيها. لأنه إذا كان في خلافات البعض بيتحدث عنها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ 7 أكتوبر هي خلافات في التكتيك، لكن ليس خلافات على الأهداف مشتركة أو خلافات على الاستراتيجية. فأنا لا أتصور أن في ضغط، إذا كان في ضغط فعلا على ضغط أمريكي على إسرائيل بسيطة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقف عن تسويد إسرائيل بالذخائر والاعتداء العسكري. تعلمون أنه من 7 أكتوبر لغاية منتصف ديسمبر الولايات المتحدة الأمريكية زودت إسرائيل ب 29 ألف قنبلة، من ضمنهم قنابل زنة القنبلة الواحدة 2000 رطل، قنابل بتخترق الجبال والصخور والأنفاق. فعلى المستوى الاستراتيجي فيش أي خلاف بين إدارة بايدن وإسرائيل حاليا، لكن هو بايدن، هي الولايات المتحدة الأمريكية بتهدف إلى إيه حاليا بعد 3 أشهر من هذا العدوان اللي داخلين الشهر الرابع دلوقتي، ولم تحقق إسرائيل أي شيء ملموس على الأرض إلا الدمار. فأول هدف أنا في تصوري حضرتك هو الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأجانب اللي لدى حركة المقاومة. تاني هدف هو محاولة إقناع الدول العربية بتصورات أمريكية إسرائيلية على إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب. وإنه لأن الدول العربية أعلنت ومصر في المقدمة إن هي لن تقبل بأي سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع ولا أي إدارة إسرائيلية للقطاع، وإن الجانب الفلسطيني ممثلا في السلطة الفلسطينية والمنظمة وحركات المقاومة في غزة هم الذين يتحملون مسؤولية إدارة قطاع غزة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إن الدول العربية تشارك بصورة أو بأخرى في الترتيبات المرحلة الانتقالية في غزة، وخصوصا في المجال الأمني. في كذا أفكار، يعني من ضمن هذه الأفكار كان في وزيرة خارجية ألمانيا اقترحت أو مرحبة بإرسال قوات ألمانية إلى قطاع إلى 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 جنوب لبنان، وممكن تكون تشارك في أي قوات دولية يتم تشكيلها لحفظ السلام. هي ممكن نقول حفظ السلام أو بس يصدر بها قرار من مجلس الأمن. يعني الهدف الآخر اللي هو بقى بيهم الولايات المتحدة الأمريكية هو عدم توسيع الحرب في المنطقة، وخصوصا في جنوب لبنان بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين حزب الله. كما تعلمون أنه في تنسيق أمريكي أوروبي في هذا السياق، الممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل كان في بيروت لاحتواء الموقف، لعدم تصعيد الموقف في جنوب لبنان، ثم توجه إلى الرياض للاجتماع مع بلينكين، لأن أمس بلينكين كان
في السعودية وتوجه من السعودية إلى إسرائيل. دولت الثلاث أهداف الرئيسية في تقديري لبلينكن، لوجود بلينكن. يعني هو بينقل في لقاءاته اليوم، هو بينقل حينقل حيحاول بعد حضرتك لما أجرى مباحثات في عدة عواصم عربية، حيحاول مع الجانب الإسرائيلي يطرحوا رؤية للمرحلة الانتقالية، للترتيبات الانتقالية في غزة، الفلسطينيين والدول العربية توافق عليها. ممكن جدا الطرح ما يتمش اليوم، وإنما ممكن جدا أما يعود إلى واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استمعت إلى الرأي الإسرائيلي أو وجهات النظر الإسرائيلية، تطرح من جانبها تصوراتها عن الترتيبات الانتقالية في قطاع غزة. اللي ممكن أتصور أنه بلينكن يسيره مع الإسرائيليين هو العنصر الفلسطيني. طبعاً إسرائيل قالت ولا حماس ولا السلطة الفلسطينية، لكن أنا أتصور أن بلينكن حيحاول يقنع الإسرائيليين بدور للفلسطينيين في إدارة قطاع غزة، لأنه طبعاً لا الفلسطينيين ولا الشعب الفلسطيني في غزة ولا الدول العربية هتقبل بأي سلطة مدنية فلسطينية تقوم إسرائيل بإنشائها. يعني آخر اقتراح جاء في هذا الصدد أن العشائر في قطاع غزة، العشائر الفلسطينية في غزة، هم الذين يتولون الإدارة المحلية. طبعا ده العشائر نفسها رفضت، أصدرت بيان ورفضت فيه ذلك، وكذلك السلطة الفلسطينية. بمعنى آخر أنا أتصور أن بلينكن في إسرائيل هيحاول يقنعهم أن يبقى في دور للسلطة الفلسطينية، بحيث أن السلطة الفلسطينية تبقى في الصورة